مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. دايما الحقيقه بناكد على رسائل مهمه جدا الحقيقه في قناه النادي الاهلي، اولها واهمها انه الرياضه لغه ود واحترام متبادل. يعني مش معنى ابدا انه يكون في منافسه، المنافسه دي هدفها انه كل واحد يرفع من مستواه، كل واحد يطور من نفسه، كل واحد يشتغل على نفسه عشان يوصل للافضل، وفي النهايه الجميع مستفيد. لكن المنافسه مش ممكن ابدا ومش منطقي جدا انها تكون بتوصل لفكره الكراهيه والغل والحقد، حاله الحرب اللي الناس بتبقى مستمتعه وهي عايشاها، ده ابعد ما يكون عن اهداف الرياضه. النهارده الحقيقه يمكن في يكون نموذج محترم جدا على ده، زياره كابتن محمود الخطيب بعد دعوه طبعا تلقاها لاسكندريه عشان يزور من خلال الزياره دي نادي سموحه ونادي الاتحاد، علاقات طويله جدا الحقيقه من الاحترام والود المتبادل بتجمع بين الاهلي وبين انديه اسكندريه، واكتر كمان بتجمع بين النادي الاهلي وبين جماهير اسكندريه اللي يمكن كتير منها الحقيقه بيحترم وبيحب النادي الاهلي وقياداته وجمهوره. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على حضراتكم. وطبعا يعني هيكون في تغطيه لزياره كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لنادي سموحه، والحدث ده مش غريب، يمكن ناس كتير من امبارح بتتكلم على او بقالها فتره انه الحدث ده ليه هيكون في الزياره دي، هل صفقه جديده للنادي الاهلي؟ بالعكس الحدث ده مش غريب تماما وما فيش اي غرض من وراه غير انه في علاقه محترمه جدا بتجمع بين النادي الاهلي وكل الانديه المصريه على مر التاريخ. يعني دي مش اول مره تحصل، وكمان زي ما احمد قال يمكن الانديه زي الاتحاد وزي سموحه وزي غيره كتير، وفي مكانه خاصه الحقيقه لجماهير اسكندريه عند النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والعكس صحيح. ودايما الحقيقه كابتن محمود الخطيب بيضرب مثال في الرقي والاحترام وكمان الروح الرياضيه، وده يعني احنا بنتكلم عن النادي الاهلي ان هو كيان مؤسسي ناجح جدا، فان يكون في مثال زي ده دي حاجه يمكن بترتقي بالكره المصريه بشكل عام. نتمنى انه النموذج ده ساره يعني العلاقات الطيبه دي اللي بتجمع بين الانديه في ظل منافسه في وقت من الاوقات ممكن تبقى شرسه جدا، لكن ده مش معناه انه انت بتبحث على عن مصلحتك وانت بتبحث عن المكسب وانت بتبحث انك تكون الافضل ان ده ياثر بشكل سلبي على علاقتك بالاخرين، ده في الرياضه وفي غير الرياضه. واعتقد طبعا الاهلي دايما بيقدم نموذج لكل الانديه المصريه، واتمنى الحقيقه الاهلي او غير الاهلي نشوف العلاقات دي سايده والروح دي سايده بين الانديه المصريه المختلفه. كل الدعم لمنتخب مصر قبل 24 ساعه بالتمام والكمال من مواجهته مع كينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي بالتاكيد هتكون حاضره في حلقه النهارده، بالاضافه طبعا لمتابعه النادي الاهلي وتدريباته. النهارده الفريق يمكن كان عنده ماتش ودي مع الشباب، مباراه تجريبيه كده طبعا، كله في اطار الاستعدادات والتجهيزات لمباراه المريخ المهمه جدا اللي هتكون في بدايه شهر ابريل. فكر حضراتكم بسؤال حلقتنا، وده هيكون اخر مره نسال فيها السؤال ونودع بيه شهر مارس، ونعلن كمان عن نتيجه افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وفيتا كلوب مباراه كينشاسا، ونعلن كمان على حضراتكم مش بس نتيجه المباراه دي لكن نتيجه اختيار افضل لاعب في شهر مارس. خلينا نروح لصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على تويتر على انستجرام، ونختار على البوست الموجود افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر حضراتكم في مباراه الاهلي وفيتا كلوب الاخيره. نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الأهلي يخوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي غدا. سلبية جميع المساحات الطبية لبعثة المنتخب استعدادا لكينيا. يويفا يدرس إلغاء نظام اللعب المالي النظيف. سان تعلن جارث بيل يكلف توتنهام راتبا ضخما وشارك في 12 مباراة فقط. فيفا يقرر إيقاف بلاتر وفالكا 6 سنوات وثمان أشهر. برحب بحضراتكم مره تانية، وخلينا ندخل في اخبارنا على طول، واقول لحضراتكم ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان الفريق الاول هيخوض مباراه وديه الساعه 10 الصبح بكره ان شاء الله قدام فريق الشباب بالنادي على ملعب التاتش بالجزيره، وده طبعا في اطار انه يجهز اللعيبه للمرحله المقبله اللي هي مرحله صعبه جدا وفيها تلاحم مباريات بشكل كبير. زي ما حضراتكم عارفين ان الاهلي استأنف تدريباته امبارح يوم الثلاث بعد طبعا ما خلصت الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق بعد العوده من الكونغو، ودلوقتي كل الاستعداد بيكون لمواجهه فريق المريخ السوداني في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. متهيألي
يعني احنا اتكلمنا طبعا على فتره الخمس ايام البريك اللي خدتها لعيبه النادي الاهلي قبل ما ترجع تستأنف التمرين امبارح، وكنت قلت لحضراتكم انها التوقف الوحيد اللي يعتبر نوعا ما طويل نسبيا. طبعا خمس ايام في النهايه مش 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 اجازه طويله، لكن لعيبه النادي الاهلي بقى لها فتره طويله قوي ما خدتش البريك ده، وكان مهم مش بس اللعيبه كمان عشان ترتاح وتاخد يعني نفسها شويه من ضغط الماتشات، لكن انا بيتهيألي كمان كانت فرصه لمستر موسيماني عشان يعيد ترتيب اوراقه ويرتب ويقرا ويحضر ويجهز الفتره اللي جايه بشكل مناسب جدا. امبارح كمان من الحاجات اللي يعني شفناها كويسه في عوده الاهلي التدريب وجود وليد سليمان اللي اعتقد اصبح جاهز بشكل كبير جدا للمشاركه مع النادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله بدايه من ماتش المريخ ان شاء الله وليد يكون ليه دور، ووليد صاحب دور مهم جدا. كمان محمود متولي شفناه في تمرين امبارح، وبالتالي محمود من الاوراق المهمه جدا، ووجوده مع الفريق يعزز بشكل كبير جدا من قدرات الاهلي الدفاعيه سواء في خط النص او لو مستر موسيماني حب يستخدمه في خط الظهر. الراجل الحقيقه كان يعني مقدم مستويات اكتر من رائعه، سوء الحظ والاصابه طبعا هي اللي منعته. نروح لبعثه المنتخب الوطني. شريف جاهز معانا؟ طيب شريف شعبان زميلنا طبعا موجود وتابع تمرينة الأهلي النهاردة، خلينا نعرف أهم الأخبار وأهم التفاصيل من تمرينة الفريق النهاردة. مساء الخير يا شريف وأهلا بيك في السادسة. اهلا بك زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لساره ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن التمرين كان في الرابعه عصرا، ويمكن مستر بيتسو موسيماني بعد طبعا الشغل البدني كان في تقسيمه مع الفريق الموجود في 13 ناشئ مع المجموعه اللي موجوده ما انضمتش للمنتخبات، وكان تمرين تكتيك من اول التمرين لاخر التمرين، وكان مفيد جدا للاعبين الصاعدين طبعا اللي تصعدوا في الفريق الاول من خلفي. يمكن ماتش ودي لسه مستمر ما بين الجهاز الفني والإداري والطبي والعمال، يمكن روح الفكاهة لسه مستمرة من خلفي بقادة فريق كابتن عبد الحفيظ مدير الكرة والفريق الآخر كابتن سامي قمصان وباقي الجهاز كيفن جونسون وباقي الجهاز محللين الأداء ومدرب الأحمال وباقي الجهاز. طبعا يمكن الماتش على أوجه ماتش قوي جدا. كم جاب يا سريق؟ زي ما قلت طبعا زميلي أحمد يمكن لا كتير قوي كابتن سعيد ما شاء الله، ده لازم يرجع يلعب تاني. كابتن سعيد ماشي كويس قوي، ماشي كويس كويس يعني، وفصل المهارات وبهرني الصراحه. كابتن سعيد كان لعيب كبير طبعا وما زال محتفظ ما شاء الله برونقه وبرشاقته، فالنهارده كمان مظبوط. وكابتن سامي كمان برضه عامل شغل كويس قوي، بس النهارده الكابتن سعيد مهتم قوي بالنواحي الفنيه واللمحات الفنيه وخصوصا مع كيفن جونسون، يمكن في كذا كوره عدى منه بشكل جمالي جدا. كابتن سعيد محافظ على رشاقته لحد دلوقتي، وطبعا الكابتن سامي قمصان ما شاء الله برضه لعيب كبير ما شاء الله. النادي الاهلي عنده كان لعيب كبار جدا بينضموا للاجهزه بعد كده وقت، لا حاجه محترمه جدا. زي ما قلت زميلي احمد على محمود متولي النهارده بيشارك بكل قوه في المران وبيعلن جاهزيته طبعا في الفترات المقبله. وليد سليمان العائد يعني العائد بكل قوه ما شاء الله عليه بيعلن جاهزيه تم لمباراه المريخ السوداني، يا رب باذن الله يكون ليه دور كبير جدا مع الفريق في الفتره المقبله باذن الله، ونفوز على فريق كبير هو فريق المريخ السوداني في السودان باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، وهنتابع طبعا على مدار الايام الجايه خصوصا طبعا بعد اكتمال قائمه الفريق. خدوا بال حضراتكم النادي الاهلي بينقصه حاليا 15 من العناصر الاساسيه اللي بتشارك مع منتخبات بلادها. عندنا في مصر بس الاهلي مقدم للمنتخبات المصريه 13 لعيب، 8 في المنتخب الاول، 5 في المنتخب الاولمبي، وعندنا طبعا ديانج وبواليا انضموا مع منتخبات بلادهم مالي والكونغو، وبالتالي انت بتتكلم تقريبا عن النص الفريق مش موجود لكن شغال وبيتمرن مع منتخبات بلاده، فرصه للاحتكاك. نتمنى بس ان هم يرجعوا لنا ان شاء الله بالف سلامه بدون اي اصابات. نروح بقى لبعثه المنتخب الوطني اللي طبعا يعني اجرت فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمه الكينيه نيروبي للمساحات الطبيه للكشف عن فيروس كورونا، واللي جت الحمد لله جميع نتائجها سلبيه. انضم للبعثه عند وصولها احمد حجازي من اتحاد جده علشان تكتمل صفوف الفريق واللي بيستعد للقاء منتخب كينيا بكره ان شاء الله في الجوله قبل الاخيره لتصفيات الامم الافريقيه. منتخبنا بيدور من خلال اللقاء ده عن التاهل رسميا لنهائيات
مباريات أمم إفريقيا بالفوز أو التعادل قدام طبعا كينيا، خاصة وأنه بيتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط مع منتخب جزر القمر، يعني الفرق هو فرق أهداف لصالح منتخب مصر، وبعديه بيجي طبعا منتخب كينيا بثلاث نقاط. المفروض أن التعادل يكفينا أن احنا نتأهل، مش محتاجين أكتر من التعادل، والمفروض أنه فعلا احنا بنتكلم على جيل من أفضل الأجيال في منتخب مصر، والوفرة الهجومية اللي عند كابتن حسام البدري دلوقتي كبيرة جدا. بنتكلم على أفضل اللعيبة سواء في الدوري المصري أو المحترفين، مصطفى محمد، محمد شريف، وطبعا حسام حسن هداف الدوري المصري لحد دلوقتي، أحمد ياسر ريان، طبعا نتكلم على محمد صلاح في قائمة منتخب مصر. يعني أعتقد أن كابتن حسام البدري أحمد عنده تشكيلة كبيرة قوي تخليه أنه يبقى مرتاح في مش بس التصفيات بقى، خلاص احنا إن شاء الله نخلص من التصفيات بكرة، أمم أفريقيا بقى ونعوض اللي فات، النسخة اللي فاتت. هو ده اللي كنت بتكلم فيه مع كابتن فتحي مبروك، إنه المنتخب المصري على الرغم من إنه بقاله سنين يمكن بيعاني، لكن أنا بشوف حتى مع وصولنا لنهائي أمم أفريقيا اللي خسرناه قدام الكاميرون، وحتى مع وصولنا لكأس العالم في روسيا، لكن تحسي إن المنتخب بيقدم عروض باهتة، تحسي إن المنتخب فقد الشخصية، فقد الهيبة. ده عمره، انا عمري ما شفت منتخب مصر حتى في اضعف حالاته. يعني انا كنت بتكلم مع كابتن فتحي مبروك امبارح على بوركينا فاسو، البطوله بتاعه 98، بطوله افريقيا، ان المنتخب راح البطوله دي وتقريبا، وكابتن فتحي امبارح قال لي انه كابتن جوهري الله يرحمه، جنرال جوهري طبعا جنرال الكره المصريه واحد اهم المديرين الفنيين تولوا مسؤوليه منتخب على مدار تاريخه كله الحقيقه، كان رايح بوركينا فاسو بيتكلم على انه توقعوا ان المنتخب المصري ياخد المركز ال 13. كان قوام المنتخب في التوقيت ده الجيل اللي طالع من المنتخب الاولمبي، حازم امام، عبد الستار، محمد عماره. انا بس بدي المثل ده عشان نعرف انه في وقت من الاوقات شخصيه المنتخب كانت بتعوض كتير من الفنيات او كتير من الخبرات اللي مش موجوده. رحنا لعبنا عتاوله القاره يعني في وقت احنا ما كانش منتظر مننا تحقيق شيء بصراحه، وكابتن جوهري بنفسه قال احنا مركز 13. انت متخيله؟ يعني مش مربع ذهبي، لا، مركز 13. رحنا والمنتخب المصري قدم عروض مذهله ومبهره، حازم وحسام كانوا عاملين دويتو في البطوله دي يعني ما ننساهوش ابدا الحقيقه، وكانت بدايه تالق بقى عبد الستار وحازم واحمد حسن، الجيل ده كان لسه طالع، وجبنا البطوله ورجعنا. 2006 البطوله كانت على ارضنا، كان الى حد ما عندنا الاحساس انه بما انه البطوله على ارضنا يبقى من حقنا ان احنا نكسبها، وكان عندنا جيل في الوقت ده متالق مع النادي الاهلي طبعا، الجيل الذهبي للنادي الاهلي. لكن 2008 2010 برضه ما كانش حد منتظر، لكن الشخصيه بتاعه المنتخب فرضت نفسها. اللي انا بقوله بس عشان ما اطولش في النقطه دي، انه المنتخب محتاج انه يلاقي شخصيته، ودي في المقام الاول والاخير مهمه كابتن حسام البدري. احنا على مستوى الافراد انا بيتهيالي انه اللعيبه النهارده بقى عندنا اسماء محترمه جدا، عندنا خط هجوم ناري، عندنا خط هجوم في منتهى القوه، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، حط معاهم محمد شريف، حط معاهم كتير حقيقه. خط الهجوم المصري اعتقد عندنا حراسه المرمى لا غبار، سواء كابتن شناوي او حتى الحراس الكبار اللي معاه مقدمين موسم اكتر من رائع، فتبقى مطمن على حراسه المرمى في مصر. خط الدفاع عندنا سواء محليين او محترفين، حجازي، علي جبر، الونش، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف لما يرجع لنا بالف سلامه، طبعا ما نقدرش يعني ننسى ايمن اشرف رجوله، بس مهم يرجع لنا بالسلامه. عندنا خط دفاع محترم جدا، خط نص محترم جدا، فانا بقول انه على مستوى الافراد لا، المنتخب عنده اسماء محترمه جدا، ينقصه الهويه الشخصيه، ان كل الامكانيات دي كل القدرات دي تنصهر في زي ما بنقول كده بوتقه واحده، ويطلع منها حاله ابداع بقى مش توصلنا لكاس امم افريقيا، لا تخلينا ننافس على كاس امم افريقيا، تخلينا نقدم عروض مع اقوى المنتخبات الافريقيه تليق باسم ومكانه مصر. احنا اكتر دوله حصلت على لقب بطوله الامم، واكتر دوله انديتها حصلت على القاب قاريه، وبالتالي ده المفترض يكون مكانه المنتخب المصري. مظبوط؟ اكيد مظبوط. نروح للتقارير الاوروبيه. روح انت بقى للتقارير الاوروبيه. ماشي. في تقارير اوروبيه النهارده قالت ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم بيدرس ان هو يلغي نظام اللعب النظيف او اللعب المالي النظيف، وان هو يستبدله بقواعد جديده بتحكم الامور الماليه للانديه. صحيفه لاجازيتا ديلو سبورت الايطاليه قالت ان النظام الجديد هيوفر للانديه يعني حريه في ان
هي تحدد قدراتها الشرائيه وحجم الانفاق. وكان يمكن في كتير جدا من الانديه عانت من النظام ده خلال السنوات اللي فاتت، واخرهم كانت تشيلسي وكان مانشستر سيتي، لانه كان مانشستر سيتي الحقيقه على اعتاب الحرمان من ان هو يشارك في البطولات الاوروبيه. كلنا فاكرين الموضوع ده لمده موسمين بعد ما اتهموا بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، طبعا قبل ما يتم تبرئته من قبل المحكمه الرياضيه. ايه هي قواعد اللعب المالي النظيف اصلا؟ في القانون ده كان لما وافق الاتحاد الاوروبي للعبه على اعتماد قانون اللعب المالي النظيف ده كان سنه 2010، بدا تطبيقه بشكل رسمي في 2011. من الوقت ده كل الانديه الاوروبيه المشاركه في البطولات القاريه كانت بتتكلم ان هي تحقق البالانس او التوازن بين المصاريف والارباح، على ان تتم مراقبه الانديه وازاي بقى بيتم دفع المستحقات وتحقيق الارباح من غير ما يكون في اي تهرب من الضرائب. وبحسب القانون بيتم منح فتره سماح مدتها 3 سنين علشان يغطي المبلغ ده، في حين ان الترويج والاستثمار في الملعب وملاعب التدريبات طبعا، بالاضافه لبرامج تطوير الفئات العمريه، دي ما بتتدخلش في حسابات اللعب المالي النظيف، على ان تحدد قيمه الديون بحسب كل دوري وحسب كل نادي وقوته الماليه. طب لو ما بقاش في قانون اللعب المالي النظيف ده كده، اعتقد الدنيا مش هيبقى فيه قواعد بتحكمها. يعني مفترض ان واضح من الخبر ان كمان في رؤيه بديله، يعني انه يتم استبدال القانون بقوانين ثانيه، لكن انا بيتهيألي انه في ظل اقتصاديات كره القدم اللي احنا تابعناها واللي شفنا هي قد ايه مؤثره في السنوات الاخيره، يعني ما تنكريش مثلا نادي زي بي اس جي النهارده كان وصيف اوروبا، وصل بعد سنوات من المعاناه، يعني بي اس جي ما كانش على خريطه اوروبا لفترات طويله. أندية زي تشيلسي وزي مانشستر سيتي، مانشستر سيتي في العشر سنين الأخيرة بقوا أندية قوية جدا، وبقوا بينافسوا على أكبر الألقاب سواء في إنجلترا أو في أوروبا. أنا بيتهيألي إنه الأندية اللي بتعتمد في استثماراتها وفي اقتصادياتها على الشعبية وعلى البطولات، زي مثلا برشلونة وزي مثلا الريال وزي مثلا البايرن، الأندية دي هتعارض بشكل كبير جدا فكرة إلغاء قانون اللعب المالي النظيف، لأنه خدي بالك النهارده في اجهزه استثمار او صناديق استثمار سياديه، دول يعني بتخش في استثمارات كره القدم، رجال اعمال من العار الثقيل بيستثمروا في انديه بشكل كبير جدا، بالتالي لو لغيت القانون ده هيبقى في خلل عنيف جدا خصوصا على الانديه الشعبيه والجماهيريه. ده وقت ما نيمار راح من برشلونه لباريس سان جيرمان بمبلغ ضخم جدا، وكان هو الاعلى تقريبا من اعلى الصفقات او الاعلى في التاريخ، كان في مشاكل كتير قوي، وان هيتم محاسبه باريس سان جيرمان، وان هم كده اخترقوا قواعد اللعب المالي النظيف. دي تلاعب، لانه المبلغ الرسمي اللي اتحط في عقد نيمار كان لا يوازي او جزء بسيط من قيمه الصفقه الحقيقيه، وانه بقيه المبلغ خده نيمار في سبيل انه سفير للترويج لملف كاس العالم، وانه عقود رعايه والى اخره، فتم التلاعب او تم الالتفاف بالزبط على القانون ده بشكل من الاشكال. ومع ذلك نيمار مع باريس سان جيرمان مش زي ما كان مع برشلونه. هي شخصيه برضو هنا، اعتقد الشخصيه بس. على فكره يمكن السنه دي اتوقع انه باريس سان جيرمان مش هيكون اللقمه السهله زي ما حصل في مع بايرن ميونخ، مع يعني اتوقع ان المباراه دي انا بشوفها نهائي مبكر. انا اتوقع ان بايرن ميونخ هيكسب المباراه دي بسهوله اشك في ده، ان كنت يعني كل شيء وارد في كره القدم، بس انا اعتقد انه لعب ووصل للنهائي وخسر البطوله، ده بيبقى بالنسبه للعيب شيء قاسي جدا، صعب انه يخوض نفس التجربه دي يعني مرة لو تانية. لو لعيبه باريس سان جيرمان عندها شخصيه البطل او الفريق كله هيبقى عنده شخصية البطل في المباراة دي، هنشوف حاجة مختلفة عن المشكلة. مش في المباراة دي، هي المشكلة انه الحقيقة انه اللي هيكسب من الاثنين دول هيروح يقابل بيب جوارديولا ومانشستر سيتي، مانشستر سيتي في عنفوانه، يعني الحقيقة المرشح الأقوى انا شايفه يفوز الأقوى السنة دي ان هو يفوز بالشامبيونز ليج لو ما خيبوش ظننا زي ما بيعملوا كل مرة. على كل الأحوال، بما ان احنا جبنا سيرة مانشستر سيتي، خلينا نروح لبريطانيا وتحديدا صحيفة سان البريطانية اللي نشرت تقرير مفصل وخاص جدا بالنجم طبعا الويلزي جارث بيل، اللي كان طبعا لسنين طويله جدا نجم في ريال مدريد وانتقل لتوتنهام. جارث بيل سجل يمكن 55 جول قبل كده مع توتنهام في 203 مباراه، ده قبل هو اساسا قبل ما يروح كان بيلعب في توتنهام قبل ما ينتقل لريال مدريد. وقالت الصحيفه انه جارث بيل بعد ما رجع من ريال مدريد كان واضح عليه بشكل كبير جدا، هو قعد طبعا فتره طويله جدا على الدكه وما كانش بيشارك بشكل اساسي مع الريال لفتره طويله، فكلمت على افتقاده اللياقه البدنيه، عشان كده كل مشاركات جارث بيل من اول ما رجع من اسبانيا
لتوتنهام كانت 12 مباراة بس، 12 مباراة خلال الموسم كله. التقرير ده اتكلم كمان على انه طبعا واحد من اكتر اللعيبة اللي بتتقاضى اجور في انجلترا. جارث بيل بيتقاضى من توتنهام مبلغ بيقدر ب 325 الف جنيه استرليني، 325 الف جنيه استرليني اسبوعيا، وده يعتبر من رواتب اللعيبه الصفوف الاولى في انجلترا. مش بس كده، ال 325 الف اللي بياخدهم من توتنهام بياخد زيهم كمان من ريال مدريد. جارث بيل احرز في ال 12 مباراه اللي شارك فيهم 5 اهداف مع الفرقه، 5 اهداف فقط في مشاركته. فلما نحسب ال5 اهداف على ال 12 مباراه على ال 4 او 5 مليون استرليني اللي سجلهم، يعني تقريبا انت بتتكلم في انه، لا انا اسف، ده الهدف الواحد اللي سجله جارث بيل بيوازي تقريبا 4.6 مليون جنيه استرليني. مش صفقه جارث بيل على بعضها، لا، الهدف الواحد اللي سجله جارث بيل مع توتنهام كلف الفريق ده 4.6 مليون جنيه استرليني. واعتقد طبعا يمكن سهام النقد هتوجه في المقام الاول والاخير لمورينيو، لانه مورينيو كان صاحب الرغبه الاولى في ضم جارث بيل او استعاده جارث بيل مره ثانيه من ريال مدريد. وده الحقيقه يمكن بيعكس، يعني الحقيقه يمكن اكتر حد بالمناسبه بياخد مرتب في اسبوعي في انجلترا بشكل عام هو ديخيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، بياخد 375 الف استرليني. في رينج ال 300 مش لعيبه كتير بتوصل للرقم ده، يعني يمكن 10 15 لعيب في الدوري الانجليزي كله هم اللي بياخدوا لعيبه. هنلاقي مثلا اعتقد منهم اجويرو، منهم طبعا جارث بيل، بس جارث حاله استثنائيه لانه نص المرتب بياخده من 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 توتنهام، ونص الثاني بياخده، نص ثاني بياخده ريال مدريد، بيدفع له كل اسبوع 325 الف جنيه استرليني من غير ما يستفيد بيه في اي شيء. جزء من منظومه، عشان برضو نقول انه في عشوائيه، يعني الحقيقه يمكن فكره انك انت تسيب القرار لمدير فني في صفقه من العيار الثقيل ده ممكن تكلفك كتير جدا، حتى لو كنت بتتكلم على بطوله زي بريمير ليج في انجلترا، حتى لو كنت بتتكلم على نادي زي توتنهام من انديه القمه في انجلترا، حتى لو كنت بتتكلم على مدرب زي جوزيه مورينيو، واحد من اكبر او يعني من اشهر، مش هقول من اكبر، من اشهر مدربي كره القدم في العالم. طيب نروح للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اللي اعلن النهارده بشكل رسمي ايقاف جوزيف بلاتر رئيسه السابق والامين العام لمده 6 سنين وثمان شهور من ممارسه انشطه كره القدم. فيفا كشف عبر الموقع الرسمي ليه ان هو يعني تم ايقاف بلاتر والامين العام لمده 6 سنوات وثمان شهور من ممارسه اي نشاط رياضي، وفرض غرامه قدرها 1,000,000 فرنك سويسري لكل منهما. وقال ان الهيئه القضائيه التابعه للجنة الأخلاقيات المستقلة بالفيفا لقت أن الاثنين دول مذنبين بارتكاب انتهاكات مختلفة لمدونة فيفا للأخلاقيات. ومن ضمن التهم اللي تم توجيهها لبلاتر هي تضارب المصالح وقبول يعني هدايا ومزايا أخرى وإساءة استخدام المنصب. ويمكن كان قبل كده بلاتر تم عزله من منصبه كرئيس للفيفا بسبب رشاوي وفساد مالي، وتم منعه طبعا من تولي أي مناصب قيادية في كرة القدم لحد عام 2022. طيب نروح لإنفوجراف، نسيب حضراتكم مع إنفوجراف على بيكلم عن أغلى قوائم المنتخبات الأفريقية، ونرجع لحضراتكم في السادسة. كلام كتير عن المنتخب، كلام كتير عن أيمن أشرف، وكلام كتير عن كابتن حسام البدري في السادسة، بس بعد الفاصل.
الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. من اول يوم اتكلمنا فيه مع جماهير النادي الاهلي وظهرنا فيه على شاشه قناه الاهلي، واحنا مقدرين تماما مسؤوليه الكلمه ومسؤوليه المعلومه ومسؤوليه الراي اللي بيطلع مننا على شاشه قناه النادي الاهلي. احنا بننتمي هنا لكيان كبير جدا وعارفين قدر ومسؤوليه هذا المكان تماما. امبارح الحقيقه انا اتكلمت في السادسه على موقف الجهاز الفني من مشاركه ايمن اشرف او من انضمام ايمن اشرف لمنتخب مصر. وقبل ما اتكلم واطرح وجهه النظر بتاعتي انا اديت المقدمات اللي بتقول عشان نوضح الصوره النادي الاهلي جزء كبير جدا من مهمتنا هنا ان احنا نكون لسان حال النادي الاهلي وان احنا نوضح الامور بشكل تام وبشكل كامل لجماهير النادي الاهلي العريضه وان احنا ندافع عن مصالح النادي الاهلي. اذا كان في منطق اختلف مع المنطق، اذا كان في وجهه نظر رد عليها بوجهه نظر، لكن فكره الهجوم للهجوم، فكره قلب الحقائق ده بالنسبه لنا امر مرفوض تماما. امبارح لما اتكلمت على قصه ايمن اشرف وانضمامه للمنتخب وقلت ان فيها اكتر من علامه استفهام مش مفهومه، كنت انتظر انه حد على اقل تقدير يجاوب على علامات الاستفهام دي، لكن للاسف اتقلب الموضوع تماما واتحور وتم استغلاله بشكل كبير جدا في محاوله من بعض الاعلاميين للاساءه ليا انا بشكل شخصي ولقناه النادي الاهلي. مره ثانيه بنقول واللي انا طرحته امبارح ليس له علاقه من قريب او من بعيد بشخص كابتن حسام البدري او بالتاكيد بمنتخب مصر. ومش محتاجين ناكد على فكره انه النادي الاهلي هو الداعم الاول للمنتخبات المصريه. بص كده يعني راجعوا التاريخ ونبص على البطولات اللي حققتها منتخبات مصر في مختلف الرياضات واهمها طبعا والاكثرها جماهيريه النادي كره القدم، هتلاقي انه النادي الاهلي كان داعم رئيسي لكل المنتخبات في كل الاوقات، وده شيء يشرفنا وده شيء طبيعي جدا انه يكون دور نادي كبير بحجم النادي الاهلي. لكن فكره ان احنا نقول انه مش مصلحه المنتخب اثاره الكلام ده في التوقيت الحالي، احنا طرحنا مجموعه من الاسئله اللي ملهاش علاقه على الاطلاق بشخص كابتن حسام البدري، ومفيش داعي ان احنا في الناحيه دي نقول اصل كابتن حسام البدري ابن النادي الاهلي وهو اهلاوي، ده ملهاش علاقه بالانتماء على الاطلاق، ده احنا هنا بنتكلم على موقف وبنتكلم بشكل ادق على قرار خاطئ تم اتخاذه في توقيت وفي ظروف معينه فبالتالي احاط بيه شبهات كتير جدا. بنتكلم على لعيب اكد النادي على اصابته، وبنتكلم على لعيب طلبه الجهاز الفني واصر على طلبه رغم الاصابه ومع ذلك استجاب النادي الاهلي واكد الجهاز الطبي للمنتخب اصابته، وكان في اصرار غريب وعجيب جدا على استمرار انضمامه للمعسكر يوم واثنين وثلاثه واللاعب ما عندوش قدره على اكمال المران، بينزل التمرين ما بيقدرش يكمل. ووضحنا انه اللاعب بالنسبه للنادي الاهلي في مشاركته الاخيره مع فيتا كلوب ما كانش جاهز بنسبه 100%، ورغم كده الحقيقه وبروحه عاليه جدا الراجل التزم، وعشان الاهلي ما عندوش بديل تاني لعب المباراه ولم يستطع حتى اكمالها وخرج نتيجه انه زي ما شرحت امبارح ظروف كتيره جدا ما ساعدتش ايمن انه يكمل المباراه بنفس المستوى فخرج، والجهاز الفني طلب ان هو يخرج والجهاز الفني حرصا عليه خرجه. والاهلي مقبل زي ما قلت لحضراتكم على مباراه في منتهى الاهميه مع المريخ. ايه الداعي في هذا التوقيت لفكره فرد العضلات؟ يعني ايه المنطق في فكره العناد؟ على الرغم ودي حاجه كنت اتمنى برضو من الاعلاميين اللي تناولوا الموضوع ده ان هم يتكلموا عنها، انه في ازدواجيه في المعايير. يعني ليه لاعب زي ايمن اشرف النادي الاهلي محتاجه في الفتره الجايه، محتاج يجهزه ومحتاج يحضره، لان علي معلول بعيد جدا عن انه يرجع، محمود وحيد ابعد من علي معلول، وبالتالي الاهلي محتاج ايمن في المرحله المهمه اللي جايه، في حين انه المنتخب عنده مباراه شبه محسومه. انا ولا يعني انا اتوقع انه احنا لو لعبنا بالفريق الثاني منتخب مصر، لو المنتخب بيلعب بدون المحترفين الاجانب او بيلعبوا في دوريات اجنبيه هيكسب منتخب كينيا، وما اعتقدش ابدا ده شيء على فكره يبقى يعني عيب جدا في حق المنتخب وعيب جدا في حق كابتن حسام البدري انه المباراه دي يبقى التشكيل المنتخب فيها واقف على ايمن اشرف، مع كامل التقدير والاحترام طبعا لايمن واحد من افضل اللاعبين المصريين في التوقيت الحالي، ومنتخب مصر ما يوقفش على اي لاعب حتى ولو كان محمد صلاح، ده الطبيعي، منتخب مصر اكبر بكتير جدا من اي لاعب ومن اسم اي لاعب. ففكره انك انت تحاول تصور الموضوع انه قناه النادي الاهلي بتحاول
تعطل منتخب مصر او بتحاول تضرب استقرار منتخب مصر اعتقد جنابك التوفيق بكل شكل من الاشكال. فكره لا تصح. وعلى كل الاحوال مهم بس ان انا اكد انه في بعض الاصوات، وانا بتكلم تحديدا على كابتن ميدو بما ان هو ذكرني بالاسم امبارح، خليني اقول انه كابتن ميدو طبعا يعني بشكل شخصي يعني انا اكن ليه كل الاحترام والتقدير، لعيب صاحب مشوار طويل جدا وهو الى اخره، لكن الحقيقه موقعك كاعلامي في التوقيت الحالي لا يسمح ليك باي شكل من الاشكال حتى ولو كان بشكل موضوعي التعرض لقناه النادي الاهلي لاكثر من سبب. واحد، حضرتك متحدث رسمي باسم نادي منافس، وحضرتك اعتقد كمان عضو مجلس اداره نادي منافس. اعتقد هنا انه مبدا تضارب المصالح واضح وبشده، وبالتالي التعرض للنادي الاهلي من حضرتك مهما كان الطرح موضوعي هيفتقد دايما لفكره الحياد. واعتقد كمان انه اللوائح، ويا ريت حد ياكد لنا الموضوع دي الموضوع ده سواء بالتاكيد او بالنفي، اللوائح بتمنع ده. يعني اعتقد ان اللوائح تمنع بالجمع بين اكتر من منصب قد يكون بينهم تضارب مصالح. حضرتك متحدث رسمي باسم نادي، عضو مجلس اداره في نادي تاني، فانت ابعد ما يكون اخر حد ممكن يتكلم على النادي الاهلي سلبا او ايجابا قولا واحدا. خانك التعبير جدا الحقيقه، وكانت فيها يعني انا اسف بين قوسين هقول تطول شديد جدا، انك توصف قناه النادي الاهلي بانها بتحاول ترهب الخصوم او المنافسين. اولا انت حطيتنا في موقف خصومه مع منتخب مصر وهذا لا يجوز على الاطلاق. والارهاب الحقيقي الحقيقه ان احنا لما نرصد خطا ونطرح فكره او نطرح سؤال منطقي يبقى من الارهاب ان حضرتك تحاول تمنعنا من ان احنا نوصل صوتنا. ده الارهاب الحقيقي. لكن احنا ابدا مش ممكن نتحط في موقف خصومه مع منتخب مصر. وانا ابتديت حلقه النهارده وابتديت حلقه امبارح واتكلمت حتى مع ضيفي كابتن فتحي مبروك على كل الدعم، لان كل الدعم موجه لمنتخب مصر ده شيء مفروغ منه. مفيش مواطن مصري ومفيش انتماء لنادي، لمدينه، لقبيله، لديانه، لاي شيء في الدنيا ممكن يفوق انتماء اي حد لبلده قولا واحدا. وكل الانديه المصريه بتشتغل عشان في النهايه منتخب مصر، وعشان في النهايه اسم مصر، وعشان في النهايه صوره مصر. والنادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز او نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او غيرهم من الانديه لما بيحقق بطوله بتحسب لمصر. والمفروض المفروض والطبيعي انها تفرح كل المصريين. لما نطلب او نسال او نحط علامه استفهام ننتظر الردود المنطقيه على علامات الاستفهام. هل حضراتكم اللي انتقدتوا قناه النادي الاهلي او مذيع قناه النادي الاهلي لقيتوا اجابات منطقيه على الاسئله اللي احنا طرحناها؟ ما حصلش ومحدش رد، لا كابتن ميدو ولا كابتن مدحت شلبي ولا اي حد من اللي تعرضوا بالهجوم على قناه النادي الاهلي امبارح. كابتن ربيع ياسين بالمناسبه كان ليه موقف لو حضراتكم تتذكروا في منتخب الشباب، كابتن ربيع ياسين والمشكله بتاعت كورونا واستبعاد مصر من التصفيات والى اخره، وتم احاله الموضوع بالكامل للتحقيق وتمت اقاله كابتن ربيع ياسين. هل مش من حق النادي الاهلي انه يطالب بالتحقيق في واقعه زي دي؟ مين يتحمل كلفه مشاركه ايمن اشرف مع المنتخب وهو في تقارير طبيه من النادي الاهلي بتقول ان هو مصاب، وفي تقارير من الجهاز الطبي لمنتخب مصر بيقول ان هو مصاب وانه اصابته تتجدد او يعني لا قدر الله لا قدر الله بعد 1000 شهر، ده ما نتمناهوش على الاطلاق، لكن اصابته تتضاعف نتيجه المشاركه دي، مين يتحمل المسؤوليه ومين يدفع الثمن؟ السؤال الاهم، ليه حضراتكم ما سالتوش ان في لعيبه بعينها ابلغت الجهاز الفني للمنتخب الوطني بانها مجهده او عندها جهد في العضله الخلفيه او عندها مش عارف شد في يعني شفعي كده، فتمت الاستجابه لمطالبهم بعدم الانضمام للمنتخب المصري. التفرقه في المعامله، التجاوز في التعامل مع لعيب عن لعيب تاني، مين يحاسب عليه؟ مسؤوليه مين؟ كلها اسئله منطقيه الحقيقه كنت انتظر الرد عليها، لكن الحقيقه اتحولت لعركه، وده ده لا منهجنا ولا اسلوبنا. الرد ده للتوضيح في المقام الاول والاخير لجمهور النادي الاهلي اكتر من غيره.
احنا في القناه سياستنا واضحه ومنهجنا واضح من اليوم الاول، احنا لا نتعرض للاخرين على الاطلاق. وفي وقت من الاوقات الحقيقه احنا بنبقى كجمهور قبل ما نكون كمقدمي برامج في قناه النادي الاهلي عندنا الغيره وعندنا الحماس ان احنا نرد على كتير من التجاوزات، لكن سياسه القناه في اوقات كتيره جدا بتمنعنا. جمهورنا في وقت من الاوقات بيلومنا. في بعض الاوقات جمهور النادي الاهلي العريض بيلوم مقدمي برامج النادي الاهلي ان هم ما بيردوش، لكن ده سياسه محطه، سياسه قناه، سياسه النادي الاهلي. فكره الدخول في حروب تشغلنا او تشتتنا عن تحقيق اهدافنا مبدا مرفوض بالنسبه لنا. وده لو حضراتكم تفتكروا واحد من اهم المبادئ اللي رفعتها كشعار اداره النادي الاهلي. مبادئ والحفاظ على المبادئ اللي بيترجم في مواقف وبيترجم في افعال مش مجرد شعارات. نحن لا نبحث عن الترند، ونحن لا نبحث عن الشهره، ونحن لا نبحث عن الحرب وحاله الجدل، احنا اللي بيهمنا واللي بيحركنا مصلحه النادي الاهلي. اتمنى انه رساله تكون وضحت. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. والحقيقه اغنيه الاهلي دي دايما بتخلينا بنحس بالانتماء دايما، وفي اشعاره كده بتحصل واحنا بنسمع اي اغاني عن النادي الاهلي، ودايما بندعم النادي الاهلي وبنبقى شايفين اللي جاي، زي يعني بنبقى مبسوطين بالانجازات اللي بيحققها، بس برضو عينينا دايما على اللي جاي كجماهير للنادي الاهلي. واللي جاي هو طبعا مباراه المريخ اللي بنتمنى ان نشوف فيها الاداء اللي شفناه في مباراه فيتا كلوب والنتيجه، لانه مهما كان المريخ السوداني وضعه في المجموعه او مهما كان ان هو في النسخه دي من البطوله مش افضل حاجه او مش بيقدم افضل حاجه، ولكن دايما كل الخصوم النادي الاهلي بيعملها ان هي خصم كبير جدا وما بنستقلش بيهم ابدا. والحقيقه فريق المريخ فريق محترم، وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف اداء كبير قوي ونتيجه كبيره قوي من لاعبتنا في فتره هتبقى صعبه جدا وفيها ضغط كبير جدا، ولكن يعني هم رجاله وقد المسؤوليه، وانه يكون في روتيشن الفتره الجايه من مستر موسيماني ده اكيد هيحصل وهنتكلم عنه اكتر، لانه لازم في شهر لما يكون في 8 مباريات مش سهلين والفرق ما بين كل مباراه والتانيه يومين او ثلاثه، اكيد انت محتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. علشان كده دايما بنقول انه مش هيبقى ابدا في مجال او مش هيبقى حلو ان احنا ننتقد وانه ليه ده ما بداش وليه ده ما لعبش، لانه انت محتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. كمان زي ما بندعم النادي الاهلي بندعم المنتخب اللي عنده مباراه مهمه جدا وخلاص، يعني تعادل فيها بس بيكفي ان هو يخليه يتاهل لكاس امم افريقيا. واكيد احنا يعني مش بس مستنيين التعادل، طبعا التاهل في حد ذاته خلاص هو الهدف، ولكن زي ما كنا بنتكلم انا واحمد ان احنا مستنيين نشوف من تاني شخصيه منتخب مصر اللي تعودنا عليها من فتره كبيره ويمكن بقى لها فتره كانت غايبه، عايزين نشوف شخصيته الكبيره، عايزين نشوف انه انت عندك دلوقتي افضل لعيبه الحقيقه سواء في الدوري او محترفه بره موجوده مع كابتن حسام البدري. بنتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله حاجة تشرف مصر. هنتكلم عن كل ده طبعا مع نجم التحليل كابتن أسامة عرابي، الحقيقة مشرفني ومنورني وانا من زمان يا كابتن عايز اعود القعدة دي. اهلا وسهلا بيك يا سارة، سعيد بوجودي معاكي، واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي. اهلا بحضرتك منورنا طبعا. وخليني ابدا معاك يا كابتن من منتخب مصر، شايف ازاي مباراة كينيا؟ في ناس كتير شايفة انها مباراة سهلة، ولكن انا عايز اعرف وجهة نظر حضرتك ليها، وازاي المفروض كابتن حسام البدري يتعامل مع المباراة دي؟ افضل تشكيله لخوض مباراه كينيا. مفيش مبدئيا مباراه سهله، يعني دلوقتي في الكره الموجوده دلوقتي الكره اللي بتتلعب في افريقيا مفيش منتخبات بقت سهله، صحيح في منتخبات اقوى من منتخبات زي منتخبات الصف الاول، منتخب مثلا الجزائري، المنتخب السنغالي، الكاميرون، نيجيريا، مصر، تونس، المغرب، لكن منتخبات الوسط واللي كانت بنقول عليها منتخبات الصف الثالث او المستوى الثالث اصبحت في السبع ثمان سنين الاخيره مستوياتها بترتفع بصوره كبيره جدا، لانه في عدد المحترفين في الخارج بقى كبير في القاره الافريقيه عامه و في كل الدول. يعني الاول كان المنتخبات اللي انا ذكرتها في الاول هي اكتر
تمتلك أكبر عدد من المحترفين في الخارج اللي هي المنتخبات المغربي والجزائري والسنغالي والنيجيري والكاميرون اللي هي غرب إفريقيا وشمال إفريقيا. في السنوات الأخيرة ابتدت بقى كل المنتخبات الإفريقية بيبقى فيها أعداد كبيرة أو المحترفين، لما تتكلم على المنتخب الأنجولي، الجابون، كينيا، تنزانيا، أوغندا، بقى عندهم عدد محترفين في أوروبا، في آسيا، في الصين واليابان، في السعودية، في يعني ابتدوا أعداد كبيرة، فالمستويات ارتفعت والمدربين اللي بيتمرنوا معاهم، الاحتكاكات اللي بياخدوها، فما عادش في منتخبات سهلة سهولة اللي انت بتلعبي وانت ضمن 100% انت تكسب. فالمباراة مش هتبقى سهلة، ولان المنتخب الكيني كمان دي تعتبر اخر فرصة لي بالظبط، هم اكيد ماسكين فيها بايديهم واسنانهم، لان احنا وجزر القمر 8 نقط وهم 3، فلو ما كسبوش بس المنتخب مصر فهم لو ما كسبوش يعني بنسبة 95% خلاص هم هيبقوا بره الموضوع، لانها هتبقى يعني مصر والجزر القمر هم اللي في الغالب هيقدروا يوصلوا للامم الافريقيه في الكاميرون. التشكيله المثاليه من وجهه نظرك؟ التشكيله المثاليه يعني في الفتره الاخيره المنتخب المصري ابتدى يبقى عنده تكوين، الشعب كله يقدر يقول على 8 مراكز مثلا او 9. من سنتين ثلاثه ما كانش ده موجود. من سنتين ثلاثه كان موجود الشناوي، محمد صلاح، تريزيجيه، طارق حامد، وحجازي، الخمسه دولت اللي كانوا بيشكلوا الاساس في المنتخب. النني والنني طبعا النني معاهم طبعا، لكن ما كانش واضح الباك رايت، ما كانش واضح الباك ليفت، ما كانش واضح قلب الدفاع الثاني اللي جنب حجازي، ما كانش واضح راس الحربه، ما كانش احيانا واضح الراجل اللي بيلعب تحت راس الحربه. ففي السنتين الاخرانيين ولما مسك كابتن حسام وقبليها بشويه ابتدت التكوينه قربت تكمل. موجود الشناوي، محمد هاني دلوقتي في الظهير الايمن، الونش وحجازي، ايمن اشرف دلوقتي، وابو الفتوح حصلت اعتقد اصابه او حاجه ما راحش، فممكن يبقى ايمن اشرف، طارق حامد. هو الاختلاف في النني، هي فيها معضله شويه، النني بيلعب في الارسنال وراجل محترف بقاله فتره طويله ولعيب كويس طبعا، ولكن مردوده بره بيبقى اكتر من مصر، اكتر من بيلعب مع منتخب مصر. فظهر السوليه بصوره كويسه جدا، حمدي فتحي ظهر بصوره كويسه جدا، فهل بقى الكابتن حسام هيفضل النني وطارق حامد هيريح عمرو وحمدي السوليه كبدلاء؟ يعني دي ممكن تكون متوقعه برضو. بعد كده الرباعي الامامي يعني بنسبه 99% هو اللي هيكون موجود. محمد صلاح طبعا، تريزيجيه نول في الاطراف، مصطفى محمد في راس الحربه، ومجدي قفشه تحت مصطفى محمد. هل ده يعني الشكل اللي في الغالب هيكون موجود يعني. طيب هل الوفره الهجوميه اللي عند كابتن حسام البدري دلوقتي بتتكلم بقى على انت عندك حسام حسن هداف الدوري المصري لحد دلوقتي، عندك شريف، وعندك احمد ياسر ريان، ومحمد صلاح، وتريزيجيه، انا بتكلم على اللي قدام يعني الوفره الهجوميه، يعني عدد كبير من اللعيبه عشان مش عايزه انسى حد، هل ده ممكن يسبب له مشكله في ان هو مش هيبقى يعني يغير بقى طريقه اللعب، مش هيبقى عارف يبدا بمين، مين افضل، مين جنب مين، ولا بالعكس الموضوع ان انت يبقى عندك اوبشنز كتير ده كويس؟ هو طبعا كل ما يكون عندك اوبشن كتير ده بيديكي أفضلية في أنك أنت تختاري كويس، وأنت عارفة دلوقتي ظروف كمان موضوع كورونا، ما تضمنيش في أي لحظة مين اللي بيغيب، ممكن يحصل غيابات لعيبة محترفين ساعات أنديتهم بتبقى في ظروف ممكن يمتنعوا أن يجوا، فحاجة كويسة أن يكون عندك وفرة كويسة من اللاعبين. يعني إحنا أنا يمكن السؤال اللي فات كنت بقول لك في مراكز ما بقى في اخر سنتين ثلاثه ما كانتش واضحه للمنتخب المصري بعد اعتزالات ناس او كبر سن ناس، زي موضوع احمد فتحي، زي موضوع سيد معوض عبد الشافي، قصدي عبد الشافي، زي موضوع يعني في مراكز ما كانتش خلاص مش موجوده يعني. فالوفره
لاي مدير فني ميزه مش عيب، الوفره انك انت يبقى عندك ناس تقدر تتنافس، دي مهمه جدا. ولكن انا قلت لك في خطوط، في اسامي واضحه في التشكيل الاساسي، يعني محمد صلاح اكيد اكيد، يعني تريزيجيه في الجنب الشمال برضو اكيد. هو كل الاختلاف في مين اللي تحت راس الحربه ومين راس الحربه، لانهم برضو نفس الكلام اللي قلته على الظهير الايمن والظهير الايسر، ما كانوش واضحين بالنسبه للمنتخب المصري في اخر سنتين. كان فتره بيلعب عبد الله السعيد تحت راس الحربه، كان فتره بيلعب احيانا مجدي بيروح او احيانا كان بيغيب. راس الحربه ما كانش واضح قوي قبل مصطفى محمد. مصطفى محمد ابتدى يتالق مع نادي الزمالك ثم دلوقتي في الدوري التركي، فبنسبه كبيره هو اللي هيكون بادئ. لكن ده لا يمنع ان محمد شريف هايل طبعا وماشي بصوره كويسه جدا مع النادي الاهلي. احمد ياسر ريان مأدي اداء كويس من ساعه ما راح سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن طبعا ماشي كويس بصوره كويسه في سموحه. في تنافس هيبقى موجود، ولكن اعتقد الافضليه في البدايه هتكون لمصطفى محمد. مصطفى محمد اعتقد يعني هو متالق جدا الحقيقه في الدوري التركي طبعا، لاعب مهم في منتخب مصر. طب كابتن اسامه، فكره انه ما كانش في وقت قوي ان يكون في الفتره اللي فاتت، يعني من التحديات اللي كانت بتواجه الكره المصريه ان يكون في معسكرات او مباريات وديه او كده، هل ده يعني بيعتبر تحدي انه بيخلي اللعيبه ما فيش عمليات تجانس قوي بينها، ولا يعني في وجهه نظر ثانيه تقول لك ما اكبر المنتخبات في العالم منتخب المانيا ما بيبقاش في وقت اصلا انه يعملوا معسكرات او كده، ومع ذلك بتشوف منتخب المانيا بيبقى عامل ازاي؟ مظبوط، هو في اختلاف الناس لازم تفهمه بين سنوات الثمانينات والتسعينات وما قبل والفترات الاخيره. الفترة السابقة اللي هي أنا بتكلم فيها دي، عدد المباريات في دوريات العالم كلها كان أقل من العدد اللي موجود دلوقتي. عدد البطولات اللي الأندية بتشارك فيها كان أقل بكتير من دلوقتي، لما بتتكلمي في الثمانينات والتسعينات. دلوقتي العالم كله عدد المباريات للاعب المحترف ممكن تعدي 60 مباراة في السنة. فعدد كبير، ما يقدرش اي منتخب يفضل يعمل تجمعات زي ما كان بيحصل في ازمنه سابقه، ان قبل ماتش انه ممكن يتجمعوا 10 15 يوم، قبل كل ماتش يتجمعوا 10 15 يوم. بالظبط، ده ما بقاش موجود في الكره العالميه من كتر عدد الماتشات اللي بيخدها اللعيب المحترف. فبرضه مصر بينطبق عليها نفس الظروف اللي حصلت في اوروبا. نفس عندنا، ما كناش بنشارك في كم البطولات ديت افريقيا، السوبر، البطولات عربية، كل ده عدد كبير من الماتشات مرهقة للعيب، فما ينفعش للمنتخب كمان تفضل معسكرات طويلة. هو كل التجمعات بتبقى في الأجندة الدولية اللي الاتحاد الدولي بيقولها، والماتشات الرسمية تبقى أيام صغيرة جدا، 3-4 أيام، 5 أيام قبل الماتش، ده بالكتير. وفي طيب ناس بتيجي كمان. انت شايفه بيعتبر تحدي ولا بالعكس المفروض ان خلاص منتخبات العالم كلها بتتعامل معاه؟ ما خلاص هو ده التعامل اللي خلاص انت اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي، يعني غير فترة مثلا لما احنا كنا في سنة 90 مثلا في كأس العالم، كابتن مثلا الله يرحمه كابتن محمود الجواري كان ممكن يعمل شهر معسكر قبل مباراة مثلا رسمية، ده ما بقاش الظروف ما بقتش تسمح بكده. قلت لك من عدد المشاركات الكتيرة جدا للعيبة. فاللي بينطبق على أوروبا بينطبق على مصر، على الجزائر، على كل الناس، لأن كمان بقى في عدد لعيبة كمان محترفين كتير قوي. أنت تقدر تجيبي واحد زي محمد صلاح من الدوري الإنجليزي إزاي مثلا كل عشان لا طب ده دايما مشكلة ينفعش. أصلا الكلوب كل ما تيجي تاخد منه محمد صلاح بيسبب له مشكلة. أيوة، راجل بيلعب في الدوري الألماني عنده 20 نادي، شوف بيلعب كام أسبوع، عنده بطولة أوروبا، عنده ماتشات الكاس، عنده ماتشات وهكذا. بالظبط، فمفيش منتخب هتلاقيه بيتجمع التجمعات الطويله دي غير في الاجنده الدوليه، وقلت لك دي برضه 3-4 ايام، لكن الفتره بتطول شويه قبل البطوله الرسميه، يعني انت قبل الامم مثلا الافريقيه هتلاقي الاتحاد الدولي مثلا ممكن يقول لك 15 يوم مثلا، او قبل كاس عالم 15 يوم، او قبل بطوله اوروبيه،
دي الحاجات اللي ممكن المنتخب يتجمع فيها من 10 ايام لاسبوعين، لكن مش اي مباراه، والا كده اللعيبه مش هتلعب في الدوري بتاعها أكيد. ولا هتلعب أكيد. في أي. فده طبيعي صح. هو كل الشغل اللي بيشتغله مدرب المنتخب، عشان كده مدرب المنتخب بيبقى مختلف شويه عن مدرب النادي. مدرب النادي عنده فترات اعداد، عنده اللعيبه يوميا معاه، بيشتغل في الجانب البدني، في الجانب الخططي، في الجانب المهاري، في الجانب النفسي، في الجانب المدرب المنتخب غالبا بيشتغل في الخططي كتير قوي، والنواحي طبعا النفسيه، والحاجات اللي بتبقى تفاصيل على طول على المباراه. مش هيفضل هو يجيب لعيبه عشان لسه هيجهز فيه، لان انت بتلعبي بيجيبه يومين او ثلاثه وبعدين يلعب مباراه. انا مش هنتقي واحد صح. مثلا ويكون اساسي بس مثلا مصاب بقاله فتره طويله قوي، مش هلحق انا في يوم ولا يومين اعمل له حاجه بدنيه ترجعه. لكن ده الايام اللي احنا كنا فيها في مثلا سنه 90 مثلا، كان ممكن جدا الكابتن جوهر ياخد الناس معاه في المعسكر، وتلاقي واحد كان بعيد شويه عن الماتشات بس هو عارف ان هو محتاجه، فبيقدر يجهزه بدنيا عشان يشتغل معاه. لكن دلوقتي لا، هو بيشتغل على الشغل الخططي قوي والتفاصيل بتاعه المباراه والتشكيل والتغييرات اللي هيعملها، الضربات الثابته، يعني حاجات بتبقى خاصه بالمباراه قوي يعني. طيب كابتن اسامه، عايز اعرف ازاي شفت اصرار كابتن حسام البدري على ان هو يضم كابتن ايمن اشرف بالرغم من الاجهاد العضلي او الاصابه اللي بيعاني منها اللاعب؟ ما هو ايمن اشرف بصراحه بيقدم موسم هايل، يمكن افضل موسم لايمن مع النادي الاهلي، في كل المباريات او معظمها بيبقى من نجوم اللقاء، سواء في الدوري، سواء شفنا في كاس العالم او في البطوله الافريقيه. فهو بقى عنصر من العناصر المهمه، لانه بيقدر يلعب في الظهير الايسر، بيقدر يلعب قلب دفاع، فممكن يكون كابتن حسام محتاجه جدا. فاكيد هو هيبقى حاسس انه مفيش حاجه تعوقه، لكن لو في حاجه هتعوقه انه يقدر يلعب اكيد هيريحه يعني. لكن هو واحد من الناس اللي بقت مهمه بالنسبه للمنتخب او النادي الاهلي طبعا. طيب كابتن اسامه، خليني اسالك دلوقتي، كابتن حسام عنده زي ما بنقول كده مجموعه من افضل اللعيبه الحقيقه، محتاج ايه او هو مطلوب منه ايه علشان يطلع منهم افضل ما عندهم بقى، ومن ناحيه الشخصيه ومن ناحيه الهيبه اللي احنا محتاجينها ترجع لمنتخب مصر؟ يعني يمكن الكابتن حسام لما ابتدى لعب مع جزر القمر وكينيا وتعادل، كانت في شويه ناس قلقانه جدا وكده، لكن انا ما كانش عندي شك انه المنتخب والكابتن حسام يقدروا يعدوا الموضوع ده، لان احنا رغم ان احنا بنقول المستويات تقاربت، لكن برضو المنتخب المصري بالنسبه للمجموعه هو المرشح الاول. وبعدين انت كمان بتاخد اتنين من المجموعه. طب كابتن اسامه استاذنك، تعرف النهارده انه الكابتن محمود الخطيب في زياره يعني كبيره لنادي سموحه، والحقيقه دايما بنتكلم على قد ايه، وبكره هيكون كمان في زياره للاتحاد السكندري، وبنقول ده قد ايه نموذج للروح الرياضيه، وانه بنشرف الحقيقه الكره المصريه وبنسعى للارتقاء بيها، وعلاقات يعني ده توطيد للعلاقات بين الانديه. خلينا نروح لمراسلنا كريم احمد علشان ينقل لنا الاجواء هناك. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي العزيزه ساره، طبعا برحب بيكي في البدايه، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا يا كريم، يعني ناس كتير قوي مستنيه الزياره دي وبتتكلم عليها، وعلى طبعا انه كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه، ودايما بقول قد ايه شعبيه الكوره في مصر قبل الخطيب حاجه وبعد الخطيب حاجه. عايزاك تقول لنا كده الزياره دي وازاي استقبلتها جماهير اسكندريه الحقيقه، ونقل لنا الاجواء بقى كاننا هناك يا كريم. الحقيقه طبعا في البدايه يعني دي رساله مهمه جدا، طبعا علاقه رائعه وطيبه وكبيره جدا من المهندس فرج عامر طبعا رئيس مجلس اداره نادي سموحه، وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم ورمز من رموز النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي. رساله مهمه جدا النهارده الحقيقه طبعا، يعني حابين نوجه الشكر لاعضاء مجلس الاداره بالكامل على الاستقبال حتى هذه اللحظه. احنا كلنا طبعا منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر. هي دعوه طبعا، يمكن مهندس فرج ارسل دعوه للكابتن محمود الخطيب، وكعدته طبعا كابتن الخطيب بيلبي الدعوه مباشره سواء للمهندس فرج عامر وايضا كمان للحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري. لكن
ولكن الامور هنا طيبه ورائعه ومميزه جدا. استقبال الاعضاء سعيده جدا، ويمكن معروف كمان عن اسكندريه حبها الكبير جدا للي نادي الاهلي وتحديدا نادي سموحه. كل الامور هنا طيبه جدا، في استقبال رائع ومميز جدا. يمكن الناس شغاله على هذه الدعوه ب 48 ساعه، ناس متواجده بتحضر، كل الامور مجهزه بشكل كبير جدا. يعني هتكون في جوله لنادي سموحه، ويمكن نادي سموحه كمان بيتميز بالانشاءات الرائعه والمميزه جدا، فرع سواء في برج العرب وايضا كمان الفرع لسه تحت الانشاء في منطقه العلمين، في وجود يمكن جائحه كورونا ومفيش موارد والامور دي، فاكيد تحسب اكيد المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره وايضا كمان الموارد وتنميه الموارد من اعضاء الجمعيه العموميه هنا في نادي سموحه. لكن الامور الحمد لله طيبه جدا، كلنا بقى منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر، كل الامور يعني على هبه الاستعداد. لكن يا ساره الرساله مهمه جدا ورساله طيبه جدا، يا رب تنعكس على جميع رؤساء الانديه. الهدف من الرياضه هي العلاقات، يمكن في علاقه اكيد طيبه جدا بتجمع المهندس فرج عامر وايضا الكابتن محمود الخطيب بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن هم مسؤولين كرئيس نادي وايضا كمان كرئيس مجلس اداره، لكن العلاقه دي بتنعكس بشكل كبير على الجماهير الكره المصريه. بنشوف العلاقه الطيبه دي بيبقى مردودها كبير جدا، فاكيد يعني بننتظر هذه الزياره وبننتظر الدعوه اللي اكيد اللي لباها. بناكد على هذه المره يمكن لبى الدعوه اكيد الكابتن محمود الخطيب، يعني ممكن كان المفروض تكون الساعه 6 وجود الكابتن الخطيب، لكن اتاخرت شويه، يعني 8:30 ان شاء الله باذن الله يكون متواجد الكابتن محمود الخطيب في زياره ان شاء الله يكون مردودها كبير جدا على الاعضاء هنا وعلى مجلس اداره نادي سموحه. وايضا كمان اكيد يا ساره من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي هننقل الجوله دي بالكامل، وحديث ايضا كمان اللي هيكون متواجد مع المهندس فرج عامر والكابتن محمود الخطيب من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا كريم، شكرا ليك جدا، واكيد هنتابع معاك يعني لحظه بلحظه على مدار اليوم طبعا تفاصيل زيارة كابتن محمود الخطيب لنادي سموحة، وبكرة إن شاء الله يكون كمان في زيارة لنادي الاتحاد السكندري. خليني أرجع لك يا كابتن أسامة واسألك، شايف إزاي توطيد العلاقات والزيارات دي من كابتن محمود الخطيب لباقي الأندية المصرية؟ طبعا كابتن محمود رمز كبير للنادي الأهلي والكرة المصرية، وحاجة مشرفة أن يبقى في علاقات جيدة مع معظم أندية مصر أو كل أندية مصر، مش معظم، كل أندية مصر، وده مش غريب على النادي الأهلي، والنادي الأهلي سباق تملي في المواضيع ديت. حتى لو في أحيانا بعض الأجواء بتبقى ملتهبة في بعض السنوات من تاريخ كرة القدم يعني، لكن الأساس هو العلاقات الجيدة بيننا وبين كل الأندية، كل أندية مصر يعني، لأن النادي الأهلي هو يعني القدوة والمثل لمعظم الأندية، والحمد لله كل أندية مصر بتحترم النادي الأهلي جدا. حتى الأندية، وده بسمعه كتير من زمايل لنا لعبناهم، حتى الأندية اللي هي شوية في حساسية من ناحية النادي في التنافس بالنسبة للنادي الأهلي في بعض المحافظات، ولكن يجوا من ناحية الاحترام بيحترموا النادي الأهلي جدا، وعارفين إنه النادي الأهلي ماشي بسياسة مظبوطة في كل سنوات تاريخه يعني، عارفين ان في إدارة جيدة تملي، عارفين انه في مفيش ميوعة، في ثواب وعقاب، في يعني كل حد يقول لك احنا ممكن نختلف مع النادي الأهلي بس احنا عارفين ان انتوا يعني منظومة جيدة جدا. فحاجة مشرفة طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعتبر أيقونة الكرة في مصر يعني، أو أسطورة الكرة، أنه يوطد العلاقات أكتر وأكتر بكل الأندية وكل الجماهير المشجعة لكرة القدم يعني، فحاجة مفرحة ومشرفة يعني. أكيد. نرجع بقى كابتن المنتخب، وخليني أسألك، شايف إيه الفرق بين الجيل الحالي المنتخب مصر والجيل اللي فات، جيل أبو تريكة وعماد متعب وبركات؟ بصي، هو المقارنة هتبقى صعبة شوية. ليه؟ لأنك يعني كل منتخبات العالم والأندية حتى، بس أنا بتكلم على المنتخبات، بيجي لها فترة جيل بيبقى متألق جدا في كل شيء، كل الظروف بتحيط به بتبقى ممتازة، من حيث اللاعبين، من حيث هي طبعا اللاعبين أساس، ظروف أخرى حوالين المنتخب بتبقى مؤثرة. لكن ده شفناه في مصر، شفناه في الجزائر، شفناه في المغرب، شفناه في البرازيل، شفناه في الأرجنتين، شفناه في فرنسا. بيجي فترة لجيل معين بيبقى معظم اللعيبة اللي موجودة
امكانياتهم الفنيه عاليه جدا، بتجتمع كده مع بعض. مهما الناس تقول لك انه ماشي في دراسه، في تخطيط، في علم، في كل الكلام ده موجود، ولكن برضو مع كل ده في العالم كله بيجي فتره جيل بيبقى مجتمع كده مكتمل. فالجيل بتاع ابو تريكه وبركات وعصام الحضري وميدو وعمرو زكي وحسن عبد رب، انا مش عايز انسى حد اكيد، وسيد معوض وائل جمعه وعماد متعب وحسام غالي، انا يعني ناس كتير جدا كلهم كانوا مؤثرين جدا في كل الخطوط. قياده كانت كتيره موجوده، ودي مهمه جدا لاي فرقه، في قياده، في عناصر متحمله المسؤوليه. لما تيجي تتكلمي مثلا عصام الحضري، تتكلمي على وائل جمعه، تتكلمي على احمد حسن، لما تتكلمي على ابو تريكه، تتكلمي على عماد متعب، تتكلمي على حسام غالي، كلهم قياديين. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا للمدير الفني. لما تيجي حتى للبرازيل مثلا، تلاقي جيل معين كان احسن فترات البرازيل، بس دلوقتي مثلا البرازيل من دورتين ثلاثه في كاس العالم مش هم البرازيل خالص. نفس الشيء الارجنتين ايام مارادونا او ايام كامبس في 78 والكلام ده، كان جيل باساريلا وكده كان جيل عظيم قوي. الجيل الحالي مش هو نفس الجيل. تيجي مثلا المنتخب الفرنسي قبل كاس العالم الاخير كان قعد فتره طويله. فدي موجوده في العالم كله. مهما كنت بتخطط وبتدرسي او يعني انا اقصد مهما يكون العلم شغال والدراسه و حتى مثلا نيجي الفرق برشلونه مثلا، الفتره اللي كان فيها ميسي وانيستا وتشافي وبيول واعظم فتره في كره في كره برشلونه دلوقتي. هل هي اللعيبه يعني عايزه افهم طبعا، هل هي اللعيبه المجموعه التوليفه مع بعض ولا بترجع لحاجه ثانيه؟ نمره واحد اللعيبه، نمره واحد. خلي بالك التقسيمه هي بين اداره، بين مدير فني واجهزه بقى كلها طبيه وفنيه وكلام واداريه طبعا الجماهير بالذات الانديه الشعبيه وكده او المنتخبات، يعني منظومه كلها مكتمله. واللاعبين اكبر درجه للاعبين، كل ما هيكون عندك لعيبه اللي زي ما بنقول عليها القماشه كويسه ولعيبه موهوبه ولعيبه. بس القماشه بتاعت الجيل الحالي حلوه يا كابتن؟ لا حلوه، ما نختلفش على لا ده. انا مش بقلل من الجيل، لا انا ما بقولش انا بس بقارن. ممكن نخلينا ممكن ده يخلينا بقى نشوف فعلا تاني تكرار للي عمله الجيل اللي قبل كده في افريقيا بقى. ده اللي انا اقصده. ببص بقى للمستقبل. لا انا ما بقللش من الناس اللي موجوده دلوقتي، ولكن اللي حصل انا سريعا يعني الفتره اللي هي بتاعت 2006 و8 و10 كان جيل كله مع بعض متقارب حتى في السن. ابتدوا يعتزلوا يعني واحد ورا الثاني، اصابات، كبر سن، واخرهم مثلا واحد زي احمد فتحي مثلا مش موجود دلوقتي في المنتخب. عبد الشافي مثلا اصابه في الزمالك وبعد. قعدنا فتره 3 4 سنين الجيل يا اما صغيرين قوي يا اما المكان لسه ما دلوقتي. ابتدينا مش انا من السؤال الاولاني قلت لك ان من 3 4 سنين ما كانش الناس عارفه شكل المنتخب غير في 3 4 لعيبه 5 لعيبه. ابتدت تبقى 8 9 يعني ابتدت الاماكن تتسكن عشان الجيل اللي فات اعتزل كتير قوي في فترات قليله. بالظبط. الجيل دلوقتي بقت فيه خبرات. ايوه، لانه كذا منتخب اولمبي مع بعض. كذا لعيبه ظهري طبعا غير المنتخبات، مش شرط ان واحد يلعب منتخب وهو صغير ما يلعبش وهو كبير. او العكس يعني الجيل مثلا اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح وابتدى يبقى عندهم نضوج وخبرات. ودخلوا في سن 28 و29. دخل معاهم الجيل بتاع دلوقتي تريزيجيه وكان قبل كده رمضان. والمجموعه ديت ابتدى يخش الجيل الثالث اللي هو بتاع مصطفى فتحي ومصطفى محمد وهاني هاني كان حتى في الجيل اللي هو بتاع تريزيجيه وكده. فابتدت الامور تكتمل لانه الجيل او المنتخب او النادي اللي يبقى كويس متوسط الاعمار يبقى 26 27 سنه. دي بقى نقطه لازم نتكلم فيها. هنتكلم فيها اكتر. خلينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن اسامه عرابي.
برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن اسامه عرابي، وبنتكلم على المنتخب المصري. بتقولي في الفصل ان هو قادر على تحقيق انجازات. طبعا من سنتين ثلاثه المنتخب بقى مختلف اكتر، بقت عنده زي ما قلت لك تشكيله واضحه، بقى عنده خبرات كويسه. الاول زي ما قلنا كنا بنبني في الفريق بقى لنا 3 4 سنين بعد الجيل العظيم بتاع 2010 2012، رغم ان احنا وصلنا كاس عالم وصلنا امم افريقيا، لكن الاداء ما كانش حلو. يعني ما كناش صحيح وصلنا، لكن الاداء ما كانش. دلوقتي الامور بقت افضل وفي خبرات اكتر، فاعتقد ان شاء الله طب سريعا يا كابتن، مين اكتر اللعيبه اللي شايف ان كان المفروض يكون لها دور مع المنتخب الاول؟ هو بص، يعني انا شايف انه بنسبه مثلا 95% انا متفق مع الكابتن حسام على الاختيارات ديت، لان زي ما قلنا كل مدير فني بيبقى له وجهه نظر في بعض اللاعبين. لكن لما هتقولي مثلا 28 لاعب فيهم 23 24 ناس كتيره جدا مجمع عليهم، كونه بقى يختلف في 3 4 دي وجهات نظر، مش بس لكل مدير فني او كل ناقد او كل ده، حتى هتلاقي الجهاز نفسه المساعد ممكن يكون مختلف في اسم او اسمين، او يعني عقبال ما بيتفقوا على حد. انت في حد بعينه وحضرتك في حد بعينه؟ انا بصراحه انا يعني في اتنين، اكتر اتنين انا كنت شايف انه من وجهه نظري ابو جبل، لانه كان في حاله فورمه هايله جدا مع الشناوي، كانوا افضل اتنين. يعني جنش جون كويس طبعا ما اقدرش انكر، وبسام وعامر هايلين انا ما بقولش لا، بس يمكن ابو جبل كان وصل في مرحله الشناوي رقم واحد وهو ماشي جنبه قوي. ومحمد قريب من مستواه او ومحمد ابراهيم برضو بيأدي من السنه اللي فاتت بشكل كويس، سواء كان مع المقاصة السنه اللي فاتت او السنه دي مع سيراميكا، فبرضو كان يبقى في منافسه بينه مع مجدي قفشه. مجدي قفشه طبعا اكتر لانه لعب مع النادي الاهلي في كاس العالم وافريقيا والدوري وكده، لكن محمد ابراهيم برضو دول اكتر اتنين انا شايف في لعيبه بقى بتادي بشكل كويس وتستحق الانضمام، ولكن ممكن ما تكونش لسه المرحله بتاعتهم، ممكن مع الوقت هيجوا يعني. طيب احنا لازم نتكلم على المنتخب الاولمبي، بس اعتقد هنروح نسمع كلمه او قال ايه كابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي، وهنرجع نتكلم على المنتخب الاولمبي مع كابتن اسامه عرابي. والاجنده دوليه تيجي وما نلعبش فيها ماتشات رسميه، وما تعودناش ان احنا نلعب مع فرق من انديه او اي شيء، ففضلنا ان يبقى المعسكر ده معسكر تدريبي. الحمد لله، يعني بشكر الاول المدربين الانديه واداراتها على ان اللعيبه احنا في الاجنده الدوليه، لكن لما اي مدرب بيحس لما بيجي من اول يوم يدي ميعاد، نقول ميعاد التجمع الساعه 12، تلاقي اللعيبه من الساعه 12 احنا مختارين 32 لعيب، ال 32 لعيب موجودين قبل الميعاد، فبتحس ان في اهتمام. الحمد لله كل حاجه متوفره. انا برضو بشكر الاتحاد، فانا الاول بشكركم على اهتمامكم بالمنتخب الاولمبي، وهو منتخب واعد وعناصره باذن الله كتيره اللي هتنضم للمنتخب الاول، وزي ما بنقول تواصل الاجيال بيعمل منتخبات. وما ننساش في 2006 و2008 و2010 الثلاث بطولات دول كانوا نتاج السنين اللي قبل كده، كان عندنا اعمار مختلفه، كان عندنا مراحل سنيه مختلفه، كان عندنا لعيبه كلها اكتسبت الخبره الدوليه والاداء الدولي، فكانت نتيجتها ثلاث بطولات متواصلين مع احلى كره بتتلعب في تاريخ مصر. هو ده الجهاز اللي اشتغلنا فيه بقياده الكابتن الكبير حسن شحاته، واللي بعتبره اب روح لينا كلنا، واحنا كجهاز كلنا كنا معاه مساعدينه بنشتغل عشان نوصل للهدف اللي احنا وصلنا له واللي احنا حققناه. من ممكن يكون في وقتها بعض الطموحات ما قدرناش نحققها، زي الوصول لكاس العالم على مباراه او حاجه، لكن الى حد ما قدرنا نقدم لمصر جيل ولاعيبه. وانا بتفرج على كابتن شوقي غريب دلوقتي يا كابتن افتكرت
ايام المنتخب فعلا وكابتن حسن شحاته وبنبقى قاعدين على اعصابنا، يمكن بقالنا فتره كبيره ما عشناش ده، يعني بقالنا فتره بعيده عن فتره المنتخب والمباريات، ولكن اول ما ترجع انا متاكده وامم افريقيا بنرجع بنفس الاعصاب والشده، وخلاص بقى بتنسى وقتها كل الدوري المحلي، انت بتتكلم في منتخب مصر بقى انت. صح. فانا فاكره الفتره دي كانت حلوه قوي، كنا بنشجع من قلبنا، وكابتن شوقي غريب الحقيقه يعني من اعظم المدربين، وطبعا كابتن حسن شحاته بنتكلم ان هو خلاص دلوقتي يعني ماسك المنتخب الاولمبي، وعندك طوكيو اولمبيكس او اولمبياد طوكيو. شفت ازاي اختيارات كابتن شوقي غريب؟ الكابتن شوقي طبعا أدى بشكل كويس، وانت قدمتيه بصورة كويسة، قدم بشكل كويس جدا في المنتخب الأولمبي هنا في مصر، وخد البطولة وطلع أول ووصل للأولمبياد عن جدارة. من توفيق الكابتن شوقي برضو انه غير الجهد اللي هو بذله واختياراته هو المعاونين وائل رياض وبقية المجموعة عاملين شغل كويس جدا، لكن معظم اللعيبه كمان اللي بيختارها بتشارك بصوره اساسيه مع انديتها، فدي كمان ادت خبره وممارسه جيده جدا للعيبه وتراكم خبرات من كتر الماتشات اللي لعبوها. يعني الاسامي اللي موجوده في المنتخب لما تشوفيها معظمهم لعيبه كويسين وبيلعبوا بصوره، معظمهم بيلعب بصوره اساسيه في يعني سواء في حراسة المرمى، سواء خط الدفاع، وسط الهجوم، وكمان في كمان ناس تاني ما اتخدتش، انا شايف ان هم هايلين برضو. زي مين؟ فمثلا يعني انت عندك مثلا خط الهجوم صلاح محسن طبعا نادي الاهلي ومكسر الدنيا، ناصر منسي في الجيش هايل، اسامه فيصل الزمالك هايل، فادي فريد بيقدم برضو بشكل كويس جدا مع البنك، وكان السنه اللي فاتت في اسوان من احسن المهاجمين، طبعا طاهر محمد طاهر اهلي، في مثلا واحد زي كريم الطيب السنه اللي فاتت كان عامل موسم كويس قوي مع اسوان، والسنه دي عامل موسم كويس جدا برضو. ف مثلا في وسط الملعب لعيبه كتير مميزه، يعني بتتكلم على عمار حمدي ممتاز جدا مع الاتحاد، امام عاشور مع الزمالك، يوسف الجاري مع المقاولين، فاختياراته فوزي الحناوي مع الاتحاد، عبده يحيى مع المحله، طب خليني ابراهيم عادل، لا في لعيبه مميزه جدا وبتلعب بصوره اساسيه مع انديتها. صح. فهو منتخب جيد وان شاء الله يعمل حاجه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. طيب مين ابرز اللعيبه المرشحه من المنتخب الاول ان هي تنضم لقائمه المنتخب الاولمبي قبل اولمبياد طوكيو؟ هو حسب يعني اختيارات الكابتن شوقي، يعني دي ما تقدريش، اولا حسب حاله اللعيبه في الوقت ده اللي هو قبل البطوله قبل الاختيار الاخير، دي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه المراكز اللي هو هيحتاجها، محتاجها بصوره ملحه. فانا شايف رغم انه عمر رضوان هايل، محمد صبحي هايل، محمود جاد هايل، عمر صلاح طبعا هايل، مصطفى شوبير هايل، كلهم حراس مرمى جيدين، بس طبعا لو واحد زي الشناوي عشان الخبره، عامل الخبره. فاهمه حضرتك. ما هو الشناوي مثلا من 3 4 سنين ما كانش الشناوي ده. صح صح. انا بتكلم على الخبره، انت بتقولي لي اللي قدروا يعملوا اضافه. صح. كبيره. صح. فانا قلت لك الحاله اللي هيبقوا عليها قبل المباراه، ثانيا المراكز. الخط الامامي مثلا زي ما انا قلت لسه كنت بتكلم عليه هايل، بس لما يكون واحد زي محمد صلاح موجود بالظبط اكيد خبرته وامكانياته في الدوري الانجليزي، ودي نقطه مهمه جدا. وسط الملعب يعني اكيد هيبقى في واحد في وسط الملعب. أكيد. لما يكون بقى في حارس مرمى، واحد في وسط الملعب، ومهاجم، اكيد دي اقرب حاجات، لان تبقى كل واحد في خط، فممكن يقدروا يعملوا قياده كويسه لبقيه المجموعه. فمبدئيا انا بقول الشناوي ومحمد صلاح، لسه بقى التالت دي ممكن نفكر فيه شويه، وطبعا حسب ما اختيارات الكابتن شوقي. يعني على اي حال بنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. بشكر حضرتك جدا كابتن اسامه عرابي انك كنت معايا النهارده. شكرا لك يا ساره، وشكرا للساده المشاهدين. شكرا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. نشوف حضراتكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.